انطلاقته قبل لحظات. مقدمة الشوط في هذه اللحظات وهذه هي الشاهنية لصالح بن جابر بن راشد بن هدي المري في مقدمة الشوط. يا سلام، المركز الثاني وصلت غلا في هذه اللحظات، وشعار زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. مرحبا بك يا ابو مجدل في صباح هذا اليوم في ميدان التحدي، وهذا ضيف قادم من دولة الكويت. أيها الحفر الكريم، ننتقل وإياكم إلى من يأتي بالمركز الثالث. المركز الثالث الضبيني علي بن جار الله بن بريك الضحاك الغفراني على المركز الثالث أو المركز الثاني. يا سلام، المركز الرابع المركز الثالث من وصل في هذه اللحظات، الجزيرة لمسفر بن عبد الله بن مسفر الخضوبية المري. يا سلام، المركز الرابع أو في المركز الخامس هناك أتابع شموخ لمحمد بن علي بن حمد بن سالم الفيدة المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. أيها الحفل الكريم، نعود وإياكم مجددا إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط. يا سلام، في مقدمة الشوط هذه هي الظبي. الظبي ظبي الفلا، رمز العطاء، معنى الوفاء، وهذا المسمى الجميل. يا سلام، الظبي لعلي بن جار الله بن بريك الضحاك الغفراني. يا سلام يا سلام، في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثاني، هذه هي غلا قادمة على المركز الثاني. غلا في هذا المكان الغالي، في هذا المكان الغالي على المركز الثاني. والغلا هو الناموس في هذه الرياضة. مشاهدينا الكرام، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي قادم في هذا اليوم، وهي صاحبة إنجازات في ميدان الشهيد، قدمت في هذا اليوم. أهلا بك يا زايد، أهلا بك يا مسلم في صباح هذا اليوم. يا سلام يا سلام، المركز الثاني غلا لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي. يا الله، يا المركز الثالث. يا أخواننا، يا مشاهدي قناة البدع، هذه المنطلقة، هذه الجزيرة، هذه الجزيرة وصلت على المركز الثالث. مسفر بن عبد الله بن مسفر الخضوبية المري. وفي المركز الرابع وصلت مياسة عبيد بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيالي. يا سلام يا مشاهدين الأعزاء، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت لبرقة على المركز الخامس لمحمد بن راشد بن محمد أو بن محسن بن حمد على المركز الخامس. يا سلام، أول مركز الرابع ناخذ الخامسة، وهذه القادمة لزايد بن سعيد بن الأجمع الخيارين الهاجري. نقف عند هذا النداء ونتوجه إلى أشقاؤنا في دولة الكويت، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. من يقدم غلا في يوم الغلا؟ وهذه غلا وشعارها الغالي واسمها الغالي، 600 متر الأخيرة وغلا. هل تواصل المسيرة؟ هل تواصل المنوال؟ أتمنى أن تواصل لكي تجلب ناموسا لأشقائنا في دولة الكويت في صباح هذا اليوم. زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، يا سلام يا سلام يا سلام. هنا العتيبي في مقدمة الشوط متحمل المسؤولية، المسؤولية الصعبة إلى هذه اللحظات. ومن هنا، ومن هنا في هذه اللحظات بدوري أزف التهاني والناموس إلى أبناء دولة الكويت وإلى ميدان الشهيد، هناك إلى زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. أسعد الله صباحك في هذا اليوم بناموس في ميدان التحدي، في ميدان الشحانية. غلا غلا غلا، وصلت بكل غلا، غلا وصلت بكل أمان إلى خط النهاية مع زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. المركز الثاني وصلت مياس العبيد بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيالي. المركز الثالث
وصلت دم علي محمد بن شامس بن عتيق العامري المركز الرابع. حفلة لخلفان بن علي بن سالم الشامسي المركز الخامس. بنت الباز لفهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات تهانينا لمالك غلا زايد بن مجد بن عواض العتيبي، وكان توقيتها الزمني 6 دقائق 17 ثانية 18 جزءا من الثانية، هو توقيت غلا. المركز الثاني من وصلت مياس العبيد بن خميس بن خليفة بن شلبوت الخيالي 6 دقائق 17 ثانية 68 جزءا من الثانية، وصل الشعار محمد بن عتيق بن شامس العامري وتوقيتها الشاهنية 6 دقائق 18 ثانية 26 جزءا من الثانية. تتواصل مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أشواط